جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الحديدة الواسطة، وباعثها مستمع يقول: أخوكم في الله أبو حفص نبيل بن عباس يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يريد أن ينام أن يدعو بأذكار، فهل على من فعلها أو دعا ببعضها ثم قام من فراشه وأراد الرجوع إليه بعد قيامه لكلام أو فتح باب أو أمر ضروري، هل عليه أن يعيد ما قد دعا به أم يكتفي بما سبق؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليه أن يعيد ما قد دعا به عند النوم إذا قام لحاجة ثم رجع قريبا إلى منامه، وإن أعاده فهو زيادة خير، إن أعاده فهو زيادة خير، لأنه ذكر لله عز وجل، وإن لم يعده فإنه يكفي ما قاله في الأول. الحمد لله. نعم.